كل احجار الارض تعود على مع الشنطه مع الشنطه ورا والله هذه حلوه تعال هذه الحديقه التي سنحفظها ونرعاها حفظنا لابنائنا واهلنا في المغتربين والتسميه الارض ايضا وفي هذا الموقع بالذات له دلاله كبيره دلاله عظيمه وهي اننا متجذرون في هذه الارض باقون على هذه الأرض خاصة وإذا علمنا جميعا أن حديقة المغتربين تبعد أقل من 50 متر عن جدار الفصل العنصري وهي رسالة واضحة للعدو أننا على هذه الأرض باقون وأننا على هذه الأرض صامدون وإن شاء الله في الأعوام القادمة وفي العام القادم إن شاء الله سنحتفل معكم في هذا الموقع بهذه الحديقة الجميلة بإزالة الجدار ليعود الحق إلى أهله ويعود النصاب في نصابه فأهلا وسهلا بكم مؤكدا لكم أننا بإذن الله سنكون الأوفياء لهذا الوطن الحريصين على أرضنا وترابنا المتجذرين فيه إحنا الحمد لله سعداء نكون معكم ونشارككم هذه الفرحة ونشارك أبناء المنطقة ونشارك أهل الراس وأهل الكفريات جميعا وكبير هذه المناسبة الطيبة والتي نأمل أن تكون حديقة جيدة تخدم أبناء المنطقة جميعا وتكون نقطة الجذب لجميع أبناء المناطق الأخرى كمنطقة سياحية أوكي يستريحون فيها ويروحون عن أنفسهم ويعبروا عن أنفسهم في الوقت في بطريقة جيدة يروحوا عن أنفسهم ونأمل أن تكون كما قلت أوكي نقطة جذب لجميع أبناء المنطقة والمناطق الأخرى وهذه المنطقة هذه الحديقة نرجو كمان أن تكون نقطة لجذب المغتربين عندما يجيئون هنا باعتبار الرأس منطقة مرتفعة ومنطقة اصطياف جيدة أن تكون نقطة جذب ونقطة ترويح بالنسبة لهم جميعا. تميزت محافظة طول كرم مع بداية هذا العام بزراعة أشجار الزيتون التي ترتبط بعمقها التاريخي والنضالي والبطولي مع الأرض الفلسطينية وقرية الراس القريبة من هذا الجدار تميزت بإنشاء حديقة للمغتربين لارتباط الفلسطيني بالخارج بأرضه. عبد الكريم عودي، تلفزيون الفجر الجديد، طول كرم اليوم.